تحت شعار حماية حقوق الإنسان واجب الجميع، عقد مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان الحفل الختامي بمناسبة الذكرى 70 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. بمناسبة الذكرى 70 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي شكل أساس القانون الدولي لحقوق الإنسان وانصهرت في مضامينه أرقى الأفكار والقيم والمبادئ الإنسانية السامية الهادفة إلى نماء ورفاه الإنسان وتقدمه، انطلاقاً من اعتبار سعادة الإنسان مطلق الإنسان ونمائه الشامل شرطاً ضرورياً لسعادة المجتمع. المنسق العام الحكومي لحقوق الإنسان باسل الطراونة أكد على أن حقوق الإنسان وكرامته وتعزيز حرياته وترسيخها بالأردن من أولويات الحكومة، فإن الحكومة الأردنية على تسير على متابعة الارتقاء والاهتمام بحالة حقوق الإنسان في الأردن وصون كرامة الإنسان وتعزيز حرياته وفقا للتوجيهات المستمرة لجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين. جوهر هذا الإعلان هو أن الكرامة المتأصلة في البشر وبحقوقهم المتساوية والثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم، وأن غاية ما يرنو إليه هؤلاء هو انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الخوف والحاجة. أما وجهة النظر الحكومية تبين التزام الأردن بالمواثيق والمعاهدات الدولية بما يتعلق بحقوق الإنسان. لقد أعلنت الحكومة قبل أسابيع قليلة عن أولويات عملها للعامين المقبلين والتي تشكل خطوة أولى على طريق مشروع النهضة الوطني، والتي تعهدت فيها بالعمل على حماية الحريات العامة وصون حقوق الإنسان التي كفلها الدستور من خلال تكريس محور دولة القانون الذي يهدف إلى ترسيخ مبدأ سيادة القانون وتعزيز حقوق وواجبات الإنسان الأردني على أرض الواقع. وفي ختام الحفل تم تكريم خريجات المعهد الأردني للقيادات النسائية والذي ينفذه مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان. رامي العيسى، الحقيقة الدولية.